السلام عليكم. دكتور محمود سليمان، عضو الجمعية المصرية وعضو الجمعية الأوروبية لأمراض القلب ونائب مدير مستشفى الطلاب بجامعة عين شمس. النهاردة الحقيقة حابب أكلمكم عن حاجة يمكن كلنا معرضين ليها ويا رب ما نتعرض لهاش، اللي هو أنا صحيت من النوم بالليل لقيت عندي وجع في صدري. الوجع ده ما بيروحش، مش عارف أتصرف، طب أعمل إيه؟ طب ناس تقول ناخد حبوب، ناس تقول نروح المستشفى، واحد يقول لك لا والله ده يمكن شويه حرقان في فم المعده وهعمل كوبايه ينسون. يبقى في الخطوه دي لازم نخرج من حساباتنا الوجع اللي يخص القلب، الوجع ده شكله ايه، بنتصرف معاه ازاي. هي دي الخطوه اللي تهمنا. انت النهارده صحيت من النوم او انت موجود لقيت عندك وجع في صدرك، الوجع ده يمكن يسمع في كتفك، يسمع في ظهرك، يسمع في دقنك. الفكره كلها ان الوجع ده في الغالب بيبقى غريب عليك وانت مش متعود عليه وحاسس ان هو حاجه طوبه على صدرك، مش قادر تتحرك، مش قادر تتصرف. خلينا كده نبدا بترتيب الاحداث. انا صحيت من الوجع ده، اول حاجه مفروض ان انا افكر فيها ايه؟ الحقيقه ان انت هتحتاج في وقت من الاوقات مساعده، يبقى اول حاجه تعملها ان انت يا اما تصحي حد من الناس اللي نايمه في البيت يبقى معاك، على الاقل لو حصلت اي مشكله يبقى في حد هيقدر يساعدك. يبقى الخطوة الأولانية إن أنت يبقى في حد لو حصل لك أنت حاجة أو بدأت تبقى مش قادر إنك تتحرك أو الوجع ده بقى قوي جدا لدرجة إن أنت مش قادر تتصرف، يبقى في مساعدة لك. الخطوة الثانية ودايما بنقولها ويمكن دي كل الناس عارفاها، إن أنت لو عندك أسبرين في البيت، الأسبرين بتاع الأطفال بناخد 4 حبات أسبرين. في ناس طبعا بيبقى هو مريض قلب وعارف إن عنده ذبحات أو متكررة، ده اللي هو بيبقى عنده في الغالب الحبوب اللي هي بنحطها الداينايتر اللي بتحط تحت اللسان، ممكن نحط قرص ونشوف ايه الاخبار. انما الاهم في القصه دي ان انت لازم تصحي حد، لازم يبقى فيه مساعده ليك، دي واحده. الثانيه ان انت لو الالم ده استمر اكتر من ربع ساعه لازم نفكر على طول ان احنا نروح المستشفى، لا ربما تبقى جلطه والادويه ساعتها مش هتعمل لك حاجه. صحيح الادويه اللي احنا خدناها سواء الاسبرين او الداينايتر دي هتحسن الامور، هتخلي ان شاء الله الامور ما توصلش الى المراحل الكبيره، ولكن احنا ترتيب الاحداث عندنا مهم جدا. مشكله الناس بتتصرف ازاي؟ يقول لك لا اصل انا ده شكله وجع في فم المعده، اصله جالي قبل كده، اصل مش عارف ايه، اصل لا. انت الاهم ان انت تفكر في الحاجات الكبيره الاول، بحيث ان انت لو ما طلعش في حاجه انت ما خسرتش حاجه، انما لو لا قدر الله طلع في حاجه يبقى انت هتتلحق. وزي ما وصفنا وجع الذبحة هو ألم بيجي في منتصف الصدر، في أغلب الأحوال بيسمع في الكتف أو بيسمع في الظهر، ممكن يقعد أكتر من ربع ساعة ما بيروحش. ويبقى عملنا إيه؟ قومنا حد يساعدنا، اطمنا إن إحنا مش لوحدنا عشان لو حصل أي حاجة، خدنا الأسبرين ورحنا المستشفى، وإن شاء الله إن شاء الله يا رب يكتب السلامة للناس كلها. ألف سلامة.